الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تتواصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي. شكرا لكم على التعليق ديالكم اللي كتزيد دائما كتحفزنا وكتخلينا باش نبقاو نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي. شكرا على الدعوات ديالكم. لا تنسوش إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة تشتركوا معنا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب زر لايك باش نبقاو إن شاء الله دائما نشارك معكم الجديد. بلا ما نطول عليكم، غادي ندوزو على بركة الله. عندنا هذه الجلابة بالتوب ديال كريب، مخدومة بالبرشمال، مخدومة باللي كما كتشوفوا التوب ديالها كريب دوس وحرير، الصالة ديالها راها إيفازي، خدمة ديال اللي دايرين ليها المرمى في القب من الداخل وفي الكمام على برا. كما كتشوفوا الخدمه ديالها ديال الليل. الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تسكرينيه وصيفطنا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع. بيتوب وخياطه، توصيل داخل وخارج المغرب، يعني في المكان انت كتوصلك السلعه حتى لعندك داخل وخارج المغرب. يعني مابقاش عندنا الاشكاليه ديال الارسال، يعني كنا شحال هذا كنرسلو غير لاوروبا، حاليا كنرسلو لجميع انحاء العالم، يعني في المكان انت كتوصلك السلعه حتى للدار. كما كتشوفوا الفصالة ديالها راها إيفازي، مخدومة بالبرشمان باللي، خدمة راقية ورائعة بالتوب ديال كريب، كريب دوس وحرير. كما كتشوفوا راه المرمى هذه مخدومة باللي، كلها باللي، درنا لها المرمى حتى في الكمام. كما كتشوفوا الخدمة ديالها جات راقية ورائعة، توب كريب دوس وحرير، يعني كاليتي مزيانة ديال التوب. الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تسكرينيه وصيفط لنا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو شحال كيطلع بيوتيوب وخياطه، التوصيل كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك. واللون اللي بغيتي ديري هذا اللون، بغيتي ديري شي لون وحدين اخرين، الا كنتي ما عارفاش مثلا ما عندكش فكره على اللون، راه نصور لك اللون ديال التوب اللي كاينين وغتعز لي منهم هذيك الساعه اللون اللي بغيتي. وحنا راه كنديروا معاه الديغرادي اللي كيمشي مع التوب، كنديروا مع كندخلوه في الخياطه كيما هاد الجلابه هادي مخدومه بالتوب ديال كريب، دخلنا معاه هاد اللوين هذا في اللون شويبي، يعني الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب والبارطاج، بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. عندنا هاد الموديل هذا حتى هو اللي كما كتشوفوا هاد الموديل هذا، هاد التوب جابته لنا واحد السيده واحد المتتبعه من فرنسا، جات لنا هاد التوب هذا وخدمنا عليها بهاد. تحيه للناس ديال دكاله فين ما كانوا، تحيه لدكاله فين ما كانوا والمغاربه، تحياتي لكم جميعا يعني فين ما كنتوا داخل المغرب وخارج المغرب، وتحيه كذلك لجميع الناس اللي كيشاهدونا، تحية لكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التعليق ديالكم اللي كتزيد كتحفزنا. كما قلنا هاد التوب هذا ديال هاد السيدة اللي جاتو لينا، هذا جاتو معاها من فرنسا، واحد المتتبعة ديالنا في فرنسا، أخت دكالية، يعني ملي جات في هاد العطلة راه جات عندنا جابت التوب وخدات عندنا شي حويجات أخرين. التوب إلا ما هذا راه مكاينش، كاين هذاك الكريب الآخر، كاين الكريب ري حتى هو مخطط بحال هاد الشكل ديال هذا، او ديريها مثلا في كريب سامبل او ديريها في المليفه سامبل، يعني كتجي هاد الخياطه ديال البرشمان بالخياطه سامبل كتجي راقيه، الخدمه ديالها كتجي سامبل ما كديموضاش، هاد الخدمه ديال البرشمان كلها ما كديموضاش، كتبقى تلبس دائما. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. كما كتشوفوا عندنا هذه حتى هي جلابه بالتوب ديال المليفه، التوب ديال المليفه مخدومه بالبرشمان بالليل، شوفوا الخدمه ديالها راه ديال البرشمان في التوب ديال المليفه، المليفه الاكسترا سبيسيال، كاليتي مزيانه ديال المليفه، يعني ما كديموضاش، هذه المليفه هي اللي كتبقى تلبس دائما، هذه راه كتلبس في الصيف وفي الشتاء، مخدومه بالليل، خدمه ديال البرشمان، فصاله ايفازي. الى عجبك هذا الموديل هذا غادي تسكرين ليه وصيفط لنا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو شحال كيطلع بالتوب وخياطه. كما كتشوفوا موديلات راقيه ديال البرشمان،
يعني كاين عندنا برش ملكة عامر شويه، كاين اللي خفيف. حتى هذه اللي عجباتك غادي تسكرينيها وصيفطينا في الواتساب، وغادي نقول لك ان شاء الله الثمن ديالها بشحال كتطلع بيتشوب وخياطه. التوصيل كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو الخدمة ديالو خفيفة، الخدمة ديالو خفيفة، يعني هاد التوب هذا حتى هو ديالو واحد السيدة متتبعة من فرنسا، حتى هي الأخت دوكا ليا. التوب توا جابتو معاها كيما كتشوف الخدمة ديالو جات راقية. الخدمة جات سامبل، يعني بغينا نشارك معكم هاد الموديلات هادو منها تكونوا فكره. مثلا كان عندكم بحال هاد التوب هذا تكونوا فكره كيفاش كيطلع في الخياطه. هذا خدمناه بالبرشمان بالليل، حتى اللون كيما كتشوفوا دخلنا معاه هذا اللون لون احمر. هذا راه التوب ديالو في البيج والبلو البلو مارين، وخيطناه بهاد اللون هذا لون احمر لون واحد كيما كتشوفوا جا راقي. الصاله ديالو راها ايفازي، خدمة كلها بالليل. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات اللي كنخدموا في المحل وكنخدموا الكليان. بالنسبه للمحل، المحل راه كاين في دكالة في سيدي بنور. كاين عندنا هاد الجلابة حتى هي بالتوب ديال كريب، هي مخدومة ببرشمان. توب سامبل، توب ديالها سامبل، خياطة خفيفة ديال الليل، خياطة ديال برشمان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال موديلات جلابة والقفطان. تحية لجميع الأخوات والإخوان اللي كيشاهدونا وكيتفرجوا فينا دائما وكيتبعونا، فدائما كنقدموا لكم الجديد. يعني الخدمة اللي كنخدموا في المحل يعني راه كنحطوها، وبحال مثلا هنا راه كيكون عندنا في بعض الحالات اللي كنديروا مثلا كنخيطوا داكشي طالع، يعني ملي كتكون شي مناسبة يعني راه كنوجدوا داكشي كيكون طالع، يعني ما كيكونش عندنا دائما مثلا البياج طالع، يعني كنحاولوا مره مره كنخدموا شي حاجه كنوجدوها. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.